في فضاءات الحلبة المخصصة لسباق خيل ماطا، كما عرفت توافد أكثر من 140 مؤسسة إعلامية على المستوى الدولي والوطني والجهوي والإقليمي، ومشاركة العديد من المؤثرين في عالم الرقمنة ووسائل التواصل الحديث. وقد امتازت دورة هذه السنة السادة الحضور الكرام بالنجاح الكبير أن نرجى تحقيقه بتتويج المسار المشرف للمرحوم سيدي عدهادي بركة نقيب الشرفاء العالميين، الذي تشرف بخدمة العرش العلوي المجيد وخدمة الوطن الأمين، راجيا تحقيق هذا الملتقى التاريخي النبيل، وهو إدراج التراث الغير المادي الأصيل ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهو ما شهدت عليه فضاءات المهرجان الذي تحول إلى ملتقى للثقافات والحضارات الإنسانية من مختلف الدول. كما امتازت دورة هذه السنة بالنجاح الكبير المحقق لمؤسسة الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي، الجهة الرسمية المنظمة للمهرجان، وهو ما أكد عليه هذا الحضور القيم على جميع المستويات ولجميع الفضاءات، بما في ذلك فضاء الصحراء الفنية المغربية التي وفد إليها المئات الآلاف من الضيوف، والتي تم إحياؤها في جو يسود له التلاقح الثقافي بين الشمال والجنوب، وبين الموروث الجبلي الأصيل والثقافة الحسانية وباقي الثقافات الأخرى التي اجتمعت حول الوحدة الثقافية والهوية المغربية الأصيلة. وختاما نتوجه بالشكر لكل الداعمين للمهرجان ماديا ومعنويا، ونتوجه بخالص الشكر للمؤسسات الإعلامية دوليا ووطنيا وجهويا، كما تتوجه إدارة المهرجان باسم رئيس المهرجان الدولي لفروسية ماطا الأستاذ نبيل بركة، ورئيسة الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي السيدة نبيلة بركة، بالشكر الجزيل إلى جميع المصالح الأمنية وإلى كافة الضيوف والوافدين إلينا من مختلف البقاع متوسط.